مباشرة إلى باكستان، إذ قال مسؤول في الشرطة الباكستانية أن انفجارا وقع في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين. وأضاف المسؤول سكندار خان انهيار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرون تحت الأنقاض. وقال متحدث باسم مستشفى في بيشاور أنهم استقبلوا 70 مصابا بعضهم في حالة حرجة. إذن هذه هي الصور الأولى للانفجار في مدينة بيشاور الباكستانية. هذا النوع من الانفجارات لم نراه منذ سنوات، وكان كثير من انفجارات المرتبطة بتنظيمات إرهابية أو بأحداث طائفية كانت موجودة في بيشاور وكراتشي وفي مناطق أخرى عديدة في باكستان. إذن ما نشاهده الآن هي الصور الأولى لانفجار مدينة بيشاور الباكستانية في أحد المساجد، حيث أصيب أكثر من 70 شخصا، حالة بعضهم حرجة كما قال مسؤولون في المدينة. وتحدث مسؤول بارز في الشرطة الباكستانية في مدينة بيشاور أن كثيرا من الجرحى حالتهم حرجة، كما نشاهد في هذه الصور الأولية التي تأتينا من مدينة بيشاور في هذا المسجد الذي كان يكتظ بالمصلين كما عرفنا من صدر الخبر. هذه يعني كما نوهنا قبل قليل هو ليس أول استهداف للمساجد، كان هناك استهداف خلال الأعوام الماضية من بعض التنظيمات الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة أيضا في هذا الإطار.